اهلا وسهلا ومرحبا بكم مره اخرى. صباح النور لكل المشاهدين وان شاء الله يسعد صباحهم. اذا تحول الصيد في بعض الدول العربيه مع الاسف من مهنه الى فعل وحشي، وتحول بعض الصيادين الى عصابات معاديه للاسماك والثروة السمكية. بالفعل أمين، فالصيد بالديناميت في بعض الدول العربية قد أصاب الثروة السمكية إصابة قاتلة، وتشير أرقام رسمية في لبنان مثلا إلى أن الديناميت أكبر عدو للثروة السمكية، حيث قضى على بيوض الأسماك والأعشاب المائية التي تغذيها، معلنا احتضار البحر بالنسبة للأجيال المقبلة. إذن نتعرف على تفاصيل هذا الموضوع مع ضيفنا الصحافي المتخصص في الشؤون البيئية مصطفى رعد ضمن فقرة أزرق أخضر. صباح الورد. صباح الورد، وسهلا فيك مصطفى. يعني قتل الأسماك أو الصيد بالديناميت أو المتفجرات، لأنه في أنواع ثانية من المتفجرات، ما أضرارها على السمك في عالمنا العربي وعلى الثروة السمكية؟ للأسف هي يعني الصيد بالديناميت هو نوع غير مسموح أنه الصيد فيه بكل دول العالم، غير مشروع، غير مشروع فعليا، ولكن بعدم الدول العربية بسبب عدم وجود إذا بدك حماية للبحر وعدم مراقبة البحر بشكل جيد وعدم وجود ما يسمى بالحوكمة للصيد البحري، عم نفقد نحن الثروة السمكية يوم بعد يوم وسنة بعد سنة. إذا بدنا نجي نحكي عن لبنان، نحن لبنان فقد ثروة كبيرة بفترة الحرب وصولا لهالفترة، لا نوعا ما في تحسن تدريجي بموضوع مراقبة الشواطئ ومراقبة البحر، ولكن بعدنا عم نشوف انه في صيادين عم يعتمدوا هذا الاسلوب يلي هو غير قانوني وعم يرموا ديناميت ليجمعوا اكبر عدد من الاسماك باسهل طريقه واسرع وقت. يعني مصطفى صراحه دائما هكا المشاكل اللي قاعد يعاني منها البحر كبيره، مره نحكي على بلاستيك، مره نحكيه على الاسماك الغازيه، تو لينا نحكيه حتى على هالصيد بالديناميت اللي زاد يشكل مشكل كبير. نحن العجينه هذه اللي رميها الصيادين منيش تتكون تحديدا معنا؟ يعني قديش انه عندها اثر على الثروه السمكيه؟ هي يعني فعليا هي نفس تركيبه الديناميت، يعني في نايتريتس في جليسرين بقلبها، فلما نعمل هذا المزيج عم نعمل نايترو جليسرين وهو ماده شديده الانفجار. يعني هي حتى بتنفجر على اذا بدك على اذا اهتزت بطريقه غلط ممكن تنفجر، لهيك معظم الصيادين اللي انت بتشوفهم بيتصيدوا بالديناميت يا فاقد اصابع يا فاقد ايدين يا فاقد عينه مروح حاله. اصلا في حاله صارت بمدينه طرابلس اللبنانيه. صحيح. بالبداوي تحديدا بتر اصبعه وتعورت عينه. هي مش اول حاله فعليا، يعني هيدي يمكن اخر حاله تسجلت، بس في اذا بدك حادثه مشهوره انه في مجموعه من الصيادين من الجنوب طلعوا لعند احد المسؤولين منشان يقدروا يطالبوا بتشريع موضوع الصيد بالديناميت، لانه كان عندهم مشكله بموضوع انه احنا ما عم نقدر نحصل على رزقه معينه من البحر وكذا، فاجا يعني بهيك بطريقه كثير مضحكه ومثيره للسخريه، طلب من حدا يسلم عليه، فاجا حدا بده يسلم عليه كلهم ايدهم اليمين مقطوشه بسبب الديناميت، فقال لهم كيف انا بدي ساعد بتشريع الشيء اللي عم يضركم، عم يضر البحر وعم يضر الاجيال اللي بدها تيجي من بعده بدها تتصيد بقلب البحر. نعم. فوقتها رفض تشريع هيدي المواد. فنحن لما بنشوف يعني هيدي مواد سامه، في منهم كمان بيخلطوها مع شجره اسمها الحوز بياخذوا الثمر تبعها، هي بتصير لونها احمر، وهيدي العجنه بتسمم السمك، والضرر يلي عم بيصير على السمك هو كبير، لانه نحن الصوت او بالاحرى سرعه الصوت تحت المي اعلى باربع مرات من سرعه الصوت بالهواء، يعني لما تنزل الديناميت بقلب المي عم تنفجر السمكه، ما بتعود تعرف وين بدها تروح، يمين شمال بتطق سلسله الظهر تبعها، فهيدي واحد، اثنين عم تتشظى، ثلاثه المنطقه يلي عم تنزل فيها الديناميت عم تخلف بقع بيضاء عم بتموت، يعني اذا كان في بيوض عم بتموت، اذا كان في اعشاب مائيه عم بتموت، كمان ما بدنا ننسى العصف يلي بيطلع 8 9 امتار بالهواء، واللي هو احيانا بسبب الخوف للناس اذا قريبه من البحر. بالضبط، كمان فيني اخبركم عن كان في عندنا دوره مع وزاره البيئه والاتحاد العام للحفاظ على الطبيعه بالعام 2016 بمدينه صور، يلي صار انه احنا كنا عم نصور الاسماك الجاي من بحور ثانيه تحت المي، فبنسمع صوت كثير قوي بقلب المي، بيجي العسكري من الجيش اللبناني بيقول لنا لو سمحتوا طلعوا من البحر لانه في ناس عم تفجر ديناميت، طب ما هذا الشخص انت قادر انك توقفه، بس ثائبت انه هو بمخيم الرشيديه اللي هو مخيم الفلسطينيه، فما قدروا يعني الدوله اللبنانيه ما عندها قدره انها تفوت لجوا مشان توقف هؤلاء الاشخاص اللي عم يتصيدوا، يعني حتى ما في اذا بدك تحكم امني بهذا الموضوع، يعني بيطلبوا من الناس انه طلعوا خوفا على
على حياتهم بدل ما يوقفوا الشخص يلي هو موجود بالمنطقة وعم بيفجر. نعم، بدنا ننوه إلى أنه دائما ما تكثر يكثر الصيد بالديناميت بالمناطق اللي ما في وجود لقوانين فيها وفيها حروب، يعني مثلا مثل بليبيا منتشرة جدا الصيد بالديناميت وفي كتير أشخاص بيتضرروا وأرقام عالية من الضحايا. على كل الأحوال خبرنا عن صحة السمكة المصادة بالديناميت، قد ايه بتكون صحية لناكلها نحن؟ هي فعليا مش صحية. باليابان كانوا بفترة من الفترات عم يمنعوا كل شيء عم يطلع من البحر بالديناميت، لأنه السمكة لما بتخاف، لما بتفزع، لما بتشوف أنه في ضغط قوي من الصوت عم يجي تحت الماء، عم تروح يمين شمال، عم تفرز سم بجسمها، عم توزعه بكل جلدها. فأنت هذه السمكة اللي عم تطلعيها بالضبط، لما أنت عم تطلعيها من البحر، يا هي عم تكون مشظاية، لأنه أوقات بيكونوا حاطين سام، ونحن هذا السام عم ينتقل للسلسلة الغذائية تبعنا وعم يتراكم بالكبد ويعمل كانسر بعد 5-6 سنين، يا هي بتكون إنه والله نحن عم نبيعها، ولكن هي يعني إذا بتطلع بالسمكة شكل عينها، هي شكل جسمها، نوعية اللحم تبعها بيكون مليان سام. يعني هيدي كمان السبب العلمي وراها انه ما لازم تتاكل. وكمان هلا في نوع من الزبدك، يعني الفرنسويين بلبنان من 1929 منعوا هذا الموضوع، ولكن بالحرب الاهليه رجعت مشطت، لانه يعني مثل ما على الطريقه اللبنانيه انه بيكون الضابط جوعان فبيبعث ناس ليتصيدوا له لياكل سمك، ولكن هو ما كان عم يفكر بالاجيال اللي بدها تستعمل البحر بعدين، لانه نحن بنشوف انه بعد في مناطق بعدهم عم يكبوا ديناميت فيها، مثلا صور بال2013 كانت مليانه ديناميت، عم نحكي عن جنوب لبنان. هلأ بهيدي الفترة لما اشتغلت البلدية ووقفت الشواطئ، مفرسة الشواطئ والجيش وقوى الأمن، قدروا يمنعوا الديناميت. يعني هلأ صور بس بالمناطق البعيدة عن المرافق بتشوفي أنه بعضهم في ناس بتطلع لبرا وبتضرب ديناميت. نعم. ولكن يعني فينا نعتبر صور نموذج بموضوع حماية البحر، لأنه عم يقدروا يعملوا تغيير كتير كبير بالفترة الحالية. ولكن بعد في مناطق مثلا بطرابلس بعيدا عن المرفأ كمان بتلاقي في ناس بعضهم عم بيكبوا، أنا بيقولك أنه أسهل طريقة نحن نجمع سمك، ما فينا نقعد ننطر كتير لنتصيد بالسنارة أو بالشبك. يعني إذا بدك اللي بيصيد بالجروفي اللي هي الشبك اللي هي كتير صغير اللي بيطلع أوقات السمك الصغير تحديدا السردين، بعده أفضل بكتير من أنه نحن نكب ديناميت ونقتل البحر. طيب مصطفى، فما أكيد وسائل أخرى صيد؟ مثلا عنا في تونس عنا حاجة اللي أيضا زادة ممنوعة من قبل الدولة، وهي تسمى الصيد بالكركارة، أنه حاجة تنزل في البحر وتحاول أنه تجر كل ما هو موجود معناها من ثروة سمكية. هل هناك وسائل أخرى كيف ممنوعة أنه لازم أيضا ننوه بها ونقول عليها؟ الجرجارة أو الجروفية اللي أنت عم تحكي عنها، هي كمان في عنا مشكلة كتير كبير بلبنان، لأنه هن بيحطوها من الشط على وصولا لتقريبا 100 متر، لانه انت بالقانون اللبناني ممنوع تتصيد باقل من 500 متر بعد عن الشط، لانه الشط هو عباره عن نيرسري او حضانه لكل البيض يلي السمك بيجي بيبخن هناك. فانت ما فيك تجي تتصيد السمك الصغير كثير يلي ما بيتاكل فعليا، يعني انت بتنقي السمكه يلي بتعجبك تلاقيها بتنباع وبعدين بتكب الباقيين، فنحن بنكون قضينا على زبدك على جيل كامل من السمك يلي بيكون عم يطلع. ففي كثير شغل على موضوع الجاروفه او الجرجاره هن بيقولوا لها، وما يصغروا الشبك اصغر من 20 ملي، لانه انت بس تصغر الشبك اقل من 20 ملي هون انت بتكون عم تطلع الاسماك الصغيره اللي بعدها جوفينلز يعني، واوقات بتطلع البيض يعني في كمان هيدا اشباك، هذا مأذي كثير، لانه انت عم تدمر كل السمك اللي بده يكبر، وخصوصا انه عم يحطوها من الشط وصولا ل 100 متر او لاكثر من شوي وبيسحبوا كل شيء معهم. نعم، يعني عم يسحبوا الأسماك الكبيرة وأيضا الصغيرة والبيوض. الصحفي المتخصص في الشؤون البيئية مصطفى رعد، شكرا جزيلا لك على التوعية عن مواضيع بيئية متعددة عم نحكي فيها بكل أسبوع.